السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. إذا اليوم عندنا صفحة 37 من درس القسمة، وهذه آخر حصة في هذا الدرس. إذا ننتقل إلى صفحة 37 ونبدأ بالتمرين 18، أشطب الجواب الخطأ. إذن هنايا عندنا القسمة على 0.1 ومضاعفته، أو القسمة على 10 ومضاعفتها. إذن إذا قسمنا العدد على 0.1، العدد هل يكبر أم يصغر في قيمته؟ بطبيعة الحال العدد يكبر، إذن والفاصلة نحركها نحو اليمين. إذن الفاصلة هنا كانت هنا، إذن هنا هذا العدد بقى هو هذاك، إذن هذا ليس صحيح، إذن سنشطب عليه. هنايا الفاصلة تقدمت نحو اليمين، إذن هذا هو الجواب الصحيح، وبالتالي فهذا الجواب هو خطأ. إذن هذين الجوابين خطأ، وهذا هو الجواب الصحيح. إذن كذلك قسمة عدد على 0.01، يعني أن الفاصلة تتحرك نحو اليمين بمرتين. إذن كانت عندنا 1.3، إذن إذا كانت عندنا فاصلة واحد فاصلة ثلاثة عطاتنا 13، إذن حركناها غير مرة، وبالتالي هذا جواب خطأ. هنا عطاتنا 130، إذن هذا جواب صحيح. هنا تحركت إلى اليسار، إذن هذا جواب خطأ، لأن العدد يجب أن يكبر في قيمته وليس أن يضعف، لأن قسمة نقسم على عدد عشر. إذن هنا نقسم على 1000، فقسمتنا على 10 ومضاعفتها يضعف العدد. 920 الفاصلة ستتحرك، نحركها نحو اليسار 3 مرات. إذن نشوف شكون هي الحالة اللي حركنا فيها الفاصلة. إذن هنا حركناها مرة حذفنا صفر، إذن هذا ليس صحيح. هنا خلينا العدد كما هو، إذن هذا غير صحيح. هنا حركناها 3 مرات، كانت الفاصلة هنا فحركناها نحو اليسار فضعف العدد، لأننا بصدد القسمة على 1000. إذن هذا بالنسبة لهذا الثلاثة ديال الأعداد. إذن بالنسبة لهاد الثلاثة ديال القسمات هنا، يعني هنايا سبق لينا تكلمنا على هذا الموضوع، بأن فاش كيكون عندنا القسمة على عدد عشري كما هو الشأن هنا، إذن هنا كنضربوا المقسوم والمقسوم عليه في نفس العدد، وخاصة مضاعفات 10 لكي نتخلص من الفاصل. إذن في أي عدد سنضرب؟ إذن سنضرب لكي نتخلص من الفاصلة، نضرب في 100 كلا من المقسوم والمقسوم عليه، لكي نتخلص من الفاصلة. إذن شنو تعطينا هنا؟ 4000 أو 42500 قسمة على 384. إذن شكون اللي هنايا بطبيعة الحال صحيحة؟ إذن هذه 42000 على 300، إذن هذه القسمة فهي خطأ، وهذه القسمة كذلك فهي خطأ. تخلصنا من الفاصلة في كل حالة، ولكن لم نضرب مثلا في هذه الحالة، ما ضربناش المقسوم والمقسوم عليه في نفس العدد. هنا ضربنا في 10 وهنا ضربنا في 100، وهذا خطأ. هنا ضربنا مثلا في 1000 وهنا ضربنا في 100، إذن هذا خطأ. هنا اللي صحيح، ضربنا في 100 كلا من المقسوم والمقسوم عليه، وهذا هو الصواب. إذن بالنسبة للحالة الثانية، هنا في هذه الحالة نريد أن نتخلص من فاصلة المقسوم عليه، المقسوم عفوا. إذن في ماذا سنضرب؟ إذن إما أننا نضرب في 10 أو سنضرب في 100. إذن نضرب في 100، إذن 6000، إذن أو 631.50. هنا في هذه الحالة أنا أعتقد بأنه نضربو غير في 10، علاش غادي نضربو حنا في 100؟ هاد الصفر لا قيمة له، هاد الصفر فلا قيمة له، يمكن التخلص منه لأنه بعد الفاصلة لا قيمة له. يعني هاد العدد المقسوم يمكن أن نعتبره هو هذا. إذن هنا غنضربو غير في 10 لكي نتخلص من الفاصلة، ولو أنني أنا لا يعني فاش كيكون عندنا المقسوم فيه الفاصلة لا يهم، اللي ما كان يعني اللي خصنا نتخلصوا منه هو المقسوم عليه
هو الأجدر بالتخلص من الفاصل. إذن هنا ضربنا في 10، إذن 27 غادي نضربها في 10. إذن شنو غادي تعطينا العملية؟ إذن 6315 مقسومة على 270. إذن شكون اللي كتمثل هذه الحالة؟ هي هذه. إذن في هذه الحالة ليس صحيح، هنا ضربنا في 100، هنا ضربنا في 10، إذن خطأ. هنا في هذه الحالة ضربنا في 100 وهنا ضربنا في 10، إذن خطأ. إذن الجواب الصحيح هو هذا. إذن ننتقل إلى العملية الموالية. إذن عندنا هنا خصنا نتخلصوا، إلا بغينا نتخلصوا من الفاصلة في المقسوم والمقسوم عليه. إذن التخلص من الفاصلة في المقسوم والمقسوم عليه يقتضي ماذا؟ يقتضي الضرب في 100 ليس في 10. إذا ضربنا غير في 10 غنتخلصوا من الفاصلة في المقسوم عليه فقط. إذن غادي ناخذوا 23.42، هنا غادي نضربوا في 100، ثم المقسوم عليه نضربوا في 100. إذن شنو غتعطينا هذه؟ غادي تعطيني 2342، وهنا غتعطينا 170. إذن شكون اللي كتمثل لينا هذه الحالة؟ هي هذه. إذن هذا خطأ وهذا خطأ. إذن هذه العملية خاطئة وهذه العملية خاطئة. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين 18. إذن ننتقلوا للتمرين 19، أهملت فاصلة كل من القسمات الآتية، لاحظوا ثم أعيد كتابتها في المكان المناسب. إذن بالنسبة للفاصلة، هل الفاصلة شأنها في ذلك شأن الضرب؟ إذن هنا أهملت الفاصلة، إذن هنا الفاصلة تدارت وهنا تدارت. إذن هنا أهملت الفاصلة يعني في الخارج، هنا أهملت الفاصلة في المقسوم، هنا أهملت الفاصلة في الفاصلة في المقسوم عليه. إذن بطبيعة الحال الضرب، عملية الضرب هي اللي كتحدد لنا الفاصلة. أما القسمة فما عندناش يعني شي طريقة اللي غادي نلقاو بها، إلا إلا بغينا كنبقينا نطاطوني ونبقاو نديرو احتمالات وتخمينات، وأنا ما كيعجبونيش التخمينات، خصنا شي طريقة اللي منطقي. إذن قبل كل شيء، قبل أن نبدأ، نعرفوا بأن هنا خصنا الفاصلة، وهنايا خصنا الفاصلة، وهنا خصنا الفاصلة. علاش؟ لأن هادو اللي ما عندهمش فاصلة، أما هادوك اللي فيهم فاصلة ميمكنش حنا نغيرو الفاصلة، لأن قالوا لنا أهملت الفاصلة. إذا مادام أهملت الفاصلة فأهملت في الأعداد التي لا توجد فيها فاصلة. إذا هنا الطريقة اللي غادي نستعمل أنا في التمرين 19 هو غادي ننجز عملية الضرب. بما أن الخارج هنا صفر فغادي ناخذ هذا العدد اللي هو 275 وغادي نضربه في 3.5. إلا درت العملية ديال الضرب، دونك حنايا غادي نديرو العملية ديال الضرب باستعمال الآلة الحاسبة أو هنا، لأن الأهم عندنا هي الفاصلة. إذا غندير 275 وغادي نضربها في 35. إذا غتعطينا كعدد نهائي بعد عملية الضرب غتعطينا 9625. دابا كاين اللي غيقول ها هو العدد، لا، كاين يمكن يكونوا أصفار، ولهذا لا بد من إنجاز الضرب. إذا دابا فين غادي تكون الفاصلة؟ دونك عندي دابا هنا رقم عطاه لي العدد الثاني، إذا وأنا عندي في النتيجة الفاصلة هنا هي هذه. إذا دابا عندي جوج أرقام بعد الفاصلة، هذا يعني أن العدد هذا الفاصلة غادي تكون هنا، أن لا بد خصني خص هذا العدد يساهم برقم بعد الفاصلة، وهذا يساهم باش يعطيني في النتيجة هذا العدد، وبالتالي فموقع الفاصلة هنا. هذا بالنسبة لهذا سي تخي سامبل، علاش؟ ما كيعطيش الأصفار. دابا علاش حنا ما نقدروش نحددو؟ لأن يقدر يعطي أصفار كما غنشوفو هنا. هنا عاوتاني شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو هاد العدد نضربو في هذا 19.5، غادي نضربها في 8.6. إذا غنديرو العملية بالكالكولاتريس ونشوفو شنو غتعطينا. دونك 195 مضروبة في 86، إذا كتعطينا 16770. هنا هاد الشيء من بعد عملية الجمع، العملية التقنية للضرب. إذا لاحظوا هاد الصفر، تبع هاد الصفر ما باينش هنا. إذا هنا إلا تبعنا أن جوج أرقام بعد الفاصلة وطبقناها هنا، غادي نديرو هنا الفاصلة، ولكن غادي يكون خطأ. الف...
فاصله خصنا نشوفوا العمليه الضرب شنو تعطينا كنتيجه، لان الاصفار بعد الفاصله تحذف. اذا عندنا هدف اعطينا عدد رقم وهذا رقم، اذا خصنا نخرجوا غير جوج ارقام، وبالتالي فموقع الفاصله هنا. فهم؟ لا ماشي هنايا، اذا طبقنا وخدمنا اشتغلنا غير هنا بلا ما نديروا هذه العمليه هذه، غادي نحطوا الفاصله هنا على حساب الضرب الخارج في المقسوم عليه. اذا نمشيو للحاله الثالثه. عندنا غادي نضربوا 5.64 غادي نضربوها في 25 ونلقاو الخارج النهائي. الا كانوا فيه اصفار مزيان، ما كانوش غادي نتعاملوا معاه. دونك عندنا 564 مضروبه في 25. اذا لاحظوا هنا شنو النتيجه، 14100. اذا حنا كنتيجه شنو عندنا، عندنا هنا فاصله هنا. اذا دابا الا بغيت نعرف الفاصله نتاع هذا العدد شنو غادي ندير، عندي ها جوج ها هما، وهنايا بقى لي واحد غادي نخرجو من هذاك العدد الذي اهملت فاصلته. اذا فاصلته هنا، وبالتالي هنا عندي جوج فاصله خمسة. إن هذه الطريقه انا بالنسبه ليا اللي غتوصلك ديما انك تلقى الفاصله. اذا غادي نمشيو للتمرين رقم 20. استخدم الجداء الاتي لحساب ما يلي. اذا هنا غادي نتعاملوا عاوتاني مع الفاصله. اذا عندنا هذا الجداء اللي هو 4.3 مضروبه في 2.1 كتساوي 9.03. من هذا الجداء واش نقدروا نلقاو هذه؟ نعم، لان شنو كنلاحظوا هنايا، كنلاحظوا بان هذا العدد الناتج الخارج هو هذا، وهذا هو هذا. هذا يعني انه هاد عمليه الضرب كيمكن نحولها قسمه. كيف ذلك؟ ان 4.3 غادي تساوي 9.03 مقسومه على 2.1. يعني اذا 9.03 مقسومه على 2.1 شنو غادي تعطينا؟ تعطينا 4.3. اذا هذا بالنسبه للعمليه الاولى. بالنسبه للعمليه الاخرى 903 مقسومه على 2.1. اذا غادي ننطلق من هذه. دونك هنا لاحظوا جيدا، غادي ناخذ هذه اللي خرجت. دابا عندي 9.03 مقسومه على 2.1 شنو عطاتنا؟ 4.3. حنا دابا بغينا 903. شنو كيعني هذا؟ كيعني ان هذا ضربته في 100، هذا ضربته في 100، يعني 9.03 ضربته في 100 مقسوم على 2.1. اذا حتى هذا نضربو في 100، وبالتالي هادي غتعطيني 903 مقسوم على 2.1 كتساوي 4430. اذا النتيجة هنا هي 430. إذا جربتو دابا منزلتش انا القسمة، انا غير انطلاقا من هادي خقيت هادي. دونك إلا جربتي ودرتي هادي مقسومة على هادي غتعطيك هادشي. إذا هذا بالنسبة لهاد العملية. دونك بالنسبة للعملية الأخرى، هنا عندنا 903 مقسومة على 21. إذا شكون اللي غادي ينطلق منها، واش هادي ولا هادي؟ دونك هنا غادي ننطلق من هادي. دونك نطلقوا من هذه. دونك عندنا 903 أو لا نطلقوا حتى من هذه، حتى هذه كيمكننا نطلقوا منها. نعم ممكن. دونك غناخذوا هذيك 4.3 مضروبه في 2.1 تساوي 9.03. اذا دابا هنا عندي 903. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب هاد الطرف في 100 وهاد الشيء كله في 100. اذا عندنا 4.3 مضروبه في 2.1 نضرب في 100 هنا، وهنا غادي نضرب في 100.
هنا شنو غتعطينا؟ غتعطينا 903. عندي هاد المئة أنا بغيت 21، إذن غادي نضربها في 10 وغادي نضربها في 10، غادي تعطيني 43، وغادي نضربها في 10، هاد المئة نوزعها 10 على باش نحصل على 21، وهاد العملية الضربية نحولها إلى قسمة هي هادي، إذن 903 مقسومة على 21 ماذا تساوي؟ 43. إذن هنا تعطينا 43، إذن يريدوني إنجاز القسمة. إذا استخدموا الجداء الآخر. إذا عاوتاني عندنا هنايا غادي ننطلقوا من هذه ونحاولوا نلقاو هذه. إذا عاوتاني عندنا 4.3 مضروبة في 2.1 كتساوي 9.03. إذا شنو بغيت أنا؟ بغيت 9.03 على 4. إذا هذا العدد غادي نقسم عليه لهذا الطرف، إذا 2.1 كتساوي 9.03 مقسومة على 4.3. إذا هذا الجداء هو كيساوي 2.1. دابا عندي 903، إذا غنطلق عاوتاني من هذه أفضل، ننطلقو من الضرب. إن القسمة شوية صعيبة في بالضبط، إذا 9.03، عندي 903، إذا نضرب هذه في 100، إذا 9.03 غادي نضربها في 100، ومادام ضربت هذا الطرف في 100، حتى هنا نضرب في 100، 4.3، 2.1 في 100، إذا شحال تعطينا هذه؟ 903، هذه خصني نحافظ على 4.3. باش نقسم عليها لهاد الشيء، إذا هادي شحال تولي؟ تولي 210، لأن 100 في 2.1 كتعطي 210. دابا عاد غادي نستخرج القسمة، إذا 903 إلا قسمتها على 4.3 كتساوي 210، إذا النتيجة هنا هي 210. كذلك هنايا غنطلق من الجداء، الجداء أفضل، 4.3 في 2.1 كتساوي 9.03، عندي 903 غنضرب هنا في 100، وهنا في 100، ولكن خصني هادي تولي 43، إذا باش تولي هادي 43 غناخد العشرة نضربها هنا، والعشرة الأخرى نضربها في العدد الناتج، إذا إلا خديت 100 قسمتها نضربها هنا في 10 تعطي 43. وهذه إلا ضربتها في 10 تعطي 21، وهذه تعطينا 903. إذا دابا أنا باغي نقسم 903 على 43، نرجع 43 ليه، إذا 903 مقسومة على 43 تعطينا 21. إذا الطريقة الأفضل هو أننا نبداو من هذه. إذا نمشيو للتمرين 21. إذا التمرين 21، أقرأ الوضعية وأتوقع جميع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها رفيقي رفيقتي أثناء حله لها وإجابته عن الأسئلة، أجيب عن أسئلة الوضعية وأتجنب الأخطاء التي توقعتها. إذا هنا بطبيعة الحال غادي نحطو واحد المجموعة الاحتمالات الواردة في إنجاز التلاميذ لهذا التمرين، يعني كيمكن يرتكبوا بعض الأخطاء، إذا ربما يفهموا المسألة في اتجاه معين غير الاتجاه الصحيح. إذا غادي نبداو باشترى تاجر، اشترى تاجر كمية من البرتقال بمبلغ قدره 1400 درهم، وباعها بمبلغ 1800 درهم، على أساس 4.5 درهم للكيلوغرام الواحد. إذا أحسب كتلة البرتقال بالكيلوغرام. إذا خصنا نفهمو المسألة جيدا. إذا واحد التاجر شرا كمية من البرتقال بهذا الثمن، هذا ثمن الشراء، هذا يسمى ثمن الشراء، ثم وباعها بمبلغ 1800 درهم كلها هذه الكمية البرتقال، وهذا يسمى ثمن البيع الكلي، هذا ثمن الشراء الكلي وهذا ثمن البيع الكلي، على أساس 4.5 كيلو للكيلوغرام الواحد. ولكن هذا 4.5 هل هو ثمن الكيلوغرام للبيع أم للشراء؟ هنا دابا غادي هذا اللي غيخلينا نفهموا المساله، هذا ثمن البيع، هذا ثمن البيع،
إذن باش نعرفوا إذن الأخطاء التي سيرتكبها بعض المتعلمين أو التي يمكن ارتكابها، إذن غادي نحطو مسألة 21. إذن الأخطاء المحتمل ارتكابها، إذن من الأخطاء المحتمل ارتكابها إجابة على السؤال الأول أحسب كتلة البرتقال بالكيلوغرام، هو أن يقسم المتعلم. شنو غادي يقسم؟ غادي يقسم مبلغ الشراء، مبلغ الشراء على ثمن الكيلوغرام الواحد. هذا احتمال. ثم من بين الأخطاء التي يمكن ارتكابها أن يستعمل عملية الضرب وماشي القسمة مثلا وليس القسمة. إذن هذا من بين الأخطاء اللي يقدر يرتكبها المتعلم. من الأخطاء كذلك هو عندما يقسم مثلا في الجواب 1800 درهم، 1800 درهم على 4.5 ديال الدرهم، سيقوم لن يحول لن يقوم بالتخلص من الفاصلة في المقسوم عليه، بالتخلص من الفاصلة من المقسوم عليه. إن هذا هو الموضوع اللي درسنا كثير في هاد الأربعة ديال الصفحات، كنا كنتخلصوا من الفاصلة من المقسوم عليه. إذن هذه بعض الأخطاء الواردة التي يمكن، إذن حنا غنجاوبوا غادي نتفاداو هاد الأخطاء. إذن دابا غنجاوبوا على السؤال. إذن ثمن، إذن شنو غنحددوا؟ كتلة البرتقال بالكيلوغرام، كتلة البرتقال بالكيلوغرام. إذن شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نجاوبو على السؤال. إذن شنو قلنا؟ قلنا بأن هذا هو ثمن الشراء، ثمن البيع، هذا ثمن الشراء. إذن خصنا نقسمو ثمن البيع، لأن شنو قال هنايا؟ وباعها بمبلغ على أساس، يعني ما قالولناش شحال شرا البرتقال، لأن ثمن الشراء جاي من بعد وحسب ثمن الشراء. وباش نلقاو ثمن الشراء لابد من تحديد عدد الكيلوغرامات من البرتقال، وبالتالي الجواب على هذا السؤال هو 1800. غادي نقسموها على 4.50. هاد الصفر هنا دائما كنقول لكم بعد الفاصلة لا قيمة له، في بعض الأحيان فاش كنحتاجوه كنجبدوه. إذن شنو غادي نديرو دابا؟ خصنا نتخلصو من الفاصلة بعد في المقسوم عليه. إذن 1800 غادي نضربوها فاش؟ في 10، و 4.5 غادي نضربوها في 10. إذن هنا رجعنا للخطأ الذي يمكن أن يرتكبه المتعلم عندما يقسم، لن يقوم بالتخلص من الفاصلة وسيقوم بقسمة عدد صحيح على عدد عشري، وهذا لا يجوز في التقنية الاعتيادية القسمة. إذن غتعطينا 18000 ونقسموها على 45. إذن غنديرو عملية القسمة عمودية في ورقة مستقلة. إذا عندنا 18000 نقسموها على 45. إذن 18 على 45 ما يمكنش. إذن 180 نقسموها على 45 كتعطينا 4، لأن 45 في 45، 45 زائد 45، 90 في 2 180. إذن 4 في 25 تصادف في 2، 4 في 4 16، و 2 18. إذن 180 ناقص 180 صفر، نزلو صفر، صفر على 45 صفر، صفر في 4 في 45 صفر، صفر ناقص صفر صفر، نزلو الصفر الآخر، صفر على 45 صفر، نعم صفر، صفر في 45 صفر، صفر ناقص صفر صفر.
إذا هذا من بين الأخطاء اللي يقدر يرتكبها المتعلم، أنه غادي يحقر هذا الأصفار وغادي يقول بأن 18000 على 45 تساوي 4. هذا كذلك من بين الأخطاء الواردة كذلك. إذا شحال عندنا من كيلوغرام؟ عندنا 400 كيلوغرام من البرتقال. إذا دابا السؤال الآخر، ثمن شراء الكيلوغرام الواحد. إذا ثمن شراء البرتقال، نعم، كيلوغرام الواحد من البرتقال، ثمن شراء الكيلوغرام الواحد من البرتقال. إذا هنا غادي تبان بأن، إذا شنو غادي نديرو؟ عندنا 400 كيلوغرام وعندنا 1400 درهم باش شرا صاحب البرتقال البرتقال. إذا 1400 غادي نقسموها على 400 وغادي تعطينا ثمن الشراء بالدرهم. ثمن الشراء أكيد خصو يكون قل من ثمن البيع، إذا ما لقيناهش قل يعني أننا ما غاديينش نشري. إذا نديرو القسمة الإقليدية العمودية، إذا 1400 نقسموها على 400، إذا عندنا 3 ناخدو 3، إذا ما يمكنش ناخدو 4، إذا 3، 3 في 0 0، 3 في 0 0، 3 في 4 12، إذا 0 0 2 0. غادي نديرو هنا فاصلة ونزلو واحد الصفر ونديرو هنا فاصلة كذلك، لأن دخلنا في المجال العشري ماشي فاصلة، فاصلة ليس صفر، أعتذر، نديرو فاصلة. إذا هنا عندنا 2000 مقسومة على 400 كتعطي 5، 5 في 400 2000، 2000 ناقص 2000 صفر. إذا شحال ثمن الشراء؟ 3.5. شحال ثمن البيع؟ 4.5، يعني كيربح درهم في كل كيلوغرام من البرتقال. إذا هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين. ننتقل إلى تمرين 22. تمرين 22 جو كومبليت لا فاكتور سويفونت. إذا هذه فاتورة لشراء بعض الضفاصير والأقلام. هنا عندنا الثمن نتاع الضفاصير لي كايي، لو بري دي كايي، وهنا لو بري توتال ديال لي ستيلو. إذا شنو هنايا خاصنا؟ هنا خاصنا نملؤو لو بري إينيتير. شنو هو لو بري إينيتير؟ هو بحال هنايا ثمن كيلوغرام من البرتقال، يعني ثمن ستيلو واحد، وخاصنا نعرفو ثمن دفتر واحد وستيلو واحد، وفي النهايه نعرفوا شحال خلص هذا السيد مول هذه الفاكتوره. اذا هنا غادي نستعملوا بطبيعه الحال، غادي ناخذوا باش نعرفوا حنا لو بري اينيتير، غناخذوا لو بري توتال اللي هو 207.50 وغادي نقسموها على 25 وغادي نلقاو بالدرهم لو بري اينيتير. كذلك بالنسبه للاقلام ناخذوا 771.80 وغادي نقسموها على 17 وغادي تعطينا بالدرهم ثمن القلم الواحد. اما بالنسبه للثمن الاجمالي فسنجمع هذه المصاريف او هذه هاد لي بري توتال، لي بري توتو، وغادي نجمعهم وغنلقاو لو توتال ابي. اذا هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو قسمه عموديه. هنا هذا الصفر كما العاده كنقول لكم بان دائما هذا صفر لا قيمه له الا الى احتاجيناه، وبالتالي انا ما غاديش نتخلص من الفاصله في المقسوم، ما كنتخلصش منها لان هي كتحدد لينا المجال العشري ماشي مشكل، ولكن في المقسوم عليه نعم، في المقسوم لا احتاج الى ذلك. اذا غناخذ 207 مقسومه فاصله 5 مقسومه على 25، عندي 20 على 25 ما يمكنش، اذا 207 كتعطينا 8، 8 في 5 40 حسبته ب 4، 8 في 2 16 20، 207 ناقص 207. اذا دخلت في المجال العشري غنحط فاصله، هادشي علاش انا ما كنحذفش، ما كنتخلصش من الفاصله، غنضيع فيها الوقت وصافي، غنزل الخمسه بحيث دخلت في العشر صافي غنحط الفاصله في الخارج. اذا 75 على 25 كتعطي 3، 3 في 25 75، 75 ناقص 75 صفر. اذا شحال لو بري انيتير ديال لي كايي؟ دونك 8.3 درهم، غادي نملؤو بها الجدول. ثم القسمة الأخرى عندنا 771.8 غادي نقسموها على 17، إذا عندنا 77 على 17 34 في 2 كتعطينا 4، 4 في 7 28 احتفظو بجوج، 4 في 1 4 و2 6، 1 ناقص 8 ميمكنش، إذا 11
ناقص 100 كتعطينا 3، غنزلو لواحد، 7 ناقص، إذن هنايا دونك 4 في 7 28، نحتفظو بجوج، 4 في 1 4، دونك هنايا أعتبر أن داكشي كنشوف هادشي سامغش با. هنا خصني نحط، تحت 7 ماشي تحت الواحد، دونك هنا أعتبر على هذا. إن أنا بصدد قسمة 77 ماشي 771، إذا عندنا 4 في 7 28، نحتفظو بجوج، 4 في 1 4 6، إذا 7 ناقص 8 ما يمكنش، إذا 17 ناقص 8 كتعطينا 90، 17 ناقص 8 نعم 9، نزلو واحد، إذا 7 ناقص 7 صفر، إذا غادي نزلو دابا الواحد، 91 مقسومة على 17. دونك كتعطينا 5، 5 في 7 35، نحتفظو بثلاثة، 5 في 1 5 8، إذا 11 ناقص 5 6، نزلو واحد، 8 ناقص 8 ناقص 9 ناقص 9 صفر، إذا هنا غادي نديرو فاصلة وغنزلو 8، إذا 68 مقسومة على 17. إذا 17 في 2 34 في 2 68، إذا 4، 4 في 7 في 17 68، 68 ناقص 68 صفر، إذا 8، نضيف تر لواحد 45.4 أولا القلم، إذا 45 درهم، ربما كيبان لي بأن قلبوهم، الله أعلم، الثمن السيلو 45 درهم، ربما هذا السيلو ماركر ولا شي حاجة بحال هكا، المهم على أيين، حنا غادي نمشيو سيون داكشي اللي مكتوب، دونك عندنا 45.4، إذا هذا ثمن الوحدة من الكيي، وهذا ثمن الوحدة من الضفاصير، إذا غادي نمشيو ل لبري توتال، دابا غنحددو يعني الثمن الإجمالي اللي غيخلصو صاحب، الفاتورة. إذا عندنا 207.50، 771.80، عندنا 25.90، هذا الترونسبور، إذا عندنا صفر، 9، 17، 22، نحتفظو بجوج، عندنا الفاصلة، عندنا 9، 10، 15، نحتفظو بواحد، دونك 9، 10، نحتفظو بواحد، 10، إذا غادي يأدي 1005.20 ديال الدرهم. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين، ننتقل إلى أداعمه مكتسباتي. إذا يمثل الجدول جانبه فاتورة لاستهلاك الماء خلال شهر واحد. إذا أكمل ملء الجدول بكتابة الأثمنة التي يحددها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الخاصة بكل شطر. إذا هنا استهلاك الشطر الأول ثم الثاني ثم الثالث. هنا عندنا 6 14 5 هما يعني عدد المترات المكعبة، هنا المبلغ الذي أداه صاحب الذي سي دونك المبلغ ديال كل شطر، هنا هنا القيمة ديال المتر المربع شحال كيسوى المتر المربع، دابا داكشي علاش دابا الفاكتورة بلس ما كتوصلش للشطر الثاني وما كتوصلش للشطر الثالث إلا وكتكون القيمة نتاع المتر المكعب الواحد أقل. إذا هنا غادي نشوفو شحال كاينة هنا القيمة نتاع المتر المكعب من الماء، إذا شنو خصنا نديرو، خصنا نديرو 14.22 وغادي نقسموها على 6، إذا 14 غنديرو مباشرة القسمة الإقليدية، إذا عندنا 14 على 6 كتعطينا شحال كتعطينا 14 على 6 كتعطينا 2، 2 في 6 12، إذا 2 نزل 2 وندير الفاصلة لأن دخلت في الجزء العاشر، إذا 22 على 6 كتعطي 3، 3 في 6 18، 22 نقسمنا 18 كتعطينا 4، نزل 2، 42 على 6 7، إذا 2.37، 2.37 هو الثمن نتاع المتر المكعب في الشطر الأول. بالنسبة للشطر الثاني كذلك غادي نديرو نفس الشيء، غناخدو 103.46 وغادي نقسموها على 14، إذا عندنا 103 على 14 شحال تعطينا 7،
سبعة إذا ضربناها في أربعة تعطي 28، حسبته بجوج، سبعة في واحد سبعة وجوج 90. إذن إذا درنا 103 نقص منها 98 تعطي 5. غادي ننزلو الربعة، ومادام الربعة جزء عشري إذن غنديرو فاصلة في الخارج. 54 على 14 كتعطينا 3، 3 في 4 12 نحتفظو بواحد، 3 في 1 3 والواحد 4، 4 ناقص جوج جوج، 5 ناقص 4 واحد. إذن غنزلو 6، 126 على 14 إذن 280، دونك تقريبا 90، نعم 90، 90 في 4 36 نحتفظو بثلاثة. إذن 90 في 1 90 12، 126 ناقص 126 صفر. إذن لاحظتو الوحدة شحال ولات المتر المكعب، كيسوى ولا 7.39. إذن اللي كيوصل للشطر الثاني يعني الفاكتورة كطلع ليه. إذن هنا الشطر الأول تعاملنا معاه بطريقة، دابا هنايا ما عندنا لا المبلغ لا قيمة المتر المكعب. إذن شنو غادي ندير؟ إذن هنايا خصنا نفكرو جيدا شنو خصنا نديرو باش نلقاو يا هذا يا هذا. هذا ما يمكنناش، ما عندناش هنا، هذا يمكن. علاش؟ لأن عندي المجموع بالدرهم ديال الأشطر بثلاثة. إذن إلا بغيت هاد الشطر، إذن باش نلقى هاد الشطر غناخد هاد الشطر هذا، عفوا هاد المجموع، هاد المجموع، وغنقص منو الشطر الأول والثاني وغنلقى الشطر الثالث. هادي هي الطريقة اللي غادي تخرجني من هاد المأزق هذا. وفاش نلقى الشطر الثالث غادي نقسم عاوتاني على عدد الأمتار المكعبة اللي تستهلكات خلال الشطر الثالث باش نلقى الثمن نتاع الشطر الثالث. إذن العملية اللي غادي نديرو شنو هي؟ هي 172.58، غادي نطرحو منها شنو؟ 103.46 اللي هو الثمن نتاع الشطر الثاني، وغادي نزيدو عليه 14.22 الثمن نتاع الشطر الثالث الأول عفوا. إذن العملية الأولى اللي خصنا نديرو قبل هي أنه غنجمع الشطر الأول والثاني. إذن 103.46 غادي نزيد عليها 14.22، 8 6 7 1 1. إذن هنا غادي ناخد 172.58 وغنطرح منها هاد 117.68. عندي دابا ندير العملية ديال الطرح، 172.58 غادي نطرح منها 117.68. إذا 8 ناقص 8 صفر، 5 ناقص 6 15 ناقص 6 90، نزلو 1 نزلو الفاصلة، 2 ناقص 8 لا يمكن، 12 ناقص 8 4 نزلو 1، 7 ناقص 2 5، 1 ناقص 1 صفر. إذا 54.94، إذا 54.90 ولا فاصلة 9 هو القدر الذي يعني أداه صاحب هذه الفاتورة خلال الشطر، خلال الشطر الثالث. إذا غناخد ورقة أخرى وغنجزو فيها العملية القسمة. إذا غناخدو 54.9 وغادي نقسموها على 5 باش نعرفو شحال القيمة نتاع كل متر مكعب، نتاع كل متر مكعب. غير هنايا كنلاحظو واحد لو بتيت فوط هنا من 7 حتى ل 20، داكور هنا 14، داكور صحيح صحيح، هنا من حيت من 0 ل 6 وهنا من 7 ل 20 إذا 14، نعم. دونك هادو راه مكيغلطوش هاد صحاب الفاكتور. دونك 54، إذا عندنا 5 على 5 واحد، 1 في 5 5، 5 ناقص 5 صفر، نزلو 4، 4 مقسومة على 5 صفر، 0 في 5 صفر، 4 ناقص 0 4، نزلو 9 ونوضعو الفاصلة، 49 على 5 كتعطينا 9 في 5 45، إذا 49 نقصنا منها 45 تبقى 4، نزيدو الصفر غادي نجيبوها من هنا. إذا 40 إلا قسمناها على 5 كتعطي 8، 8 في 45، 40 ناقص 40 صفر. إذا شحال الثمن نتاع المتر المكعب خلال الشطر الثالث؟ هو 10.98.
إذن لاحظتوا كيفاش المتر المكعب كيزيد. إذن خاصة الشطر الثاني تزاد بواحد القدر كبير. إذن دابا بقات لينا القيمة المضافة. هنايا عدد الأمتار المكعبة عندنا نحسبوها، دونك 20 25. هذا السيد خلص استهلك 25 متر مكعب. هنا القيمة المضافة شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو هذا العدد ونقسمو من هذا. واخا كاينة القيمة المضافة كتحسب 20%، حنا ما نديروش ديك الطريقة. حنا مادام عندنا الواجب الذي دفعه صاحب الفاتورة، إذا غناخدو 207.9، غنقسمو منها 172.58. إذا إذا درنا عملية حسابية، 9 - 8 = 1، 0 - 5 = 12 - 5 = 5، فاصلة نزلو 1، 7 - 3 = 4، 0 - 7 - 10 - 7 = 3، نزلو 1 0. إذا القيمة المضافة هي هذه كتسمى الطيبية، 34.51. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين جيد. هذا التمرين كيبين أنه خصنا للحفاظ على الفاكتورة ديال الماء من أنها ما تصعدش، ما خصناش نوصلو للشطر الثاني والثالث. إذا غادي ننتقلوا للتمرين الموالي. دونك ليكزيرسيس 24، هيبة أشتي 35 كيلوغرام دو بو او بري دو 437.50 درهم، كالكول لو بري دان كيلوغرام. دونك هنايا غادي ناخدو الثمن الإجمالي اللي خلصت اللي هو 437.50، وغادي نقسموها على 35، وغادي نلقاو بالدرهم الثمن تاع الكيلوغرام. دونك غنديرو عملية القسمة في ورقة مستقلة. عندنا 437.50 أو لا فاصلة 5، نقسموها على 35. إذن 43 إلى قسمناها على 35 واحد، 1 في 35 35. إذن 43 - 35 = 13 - 5 = 8، نزلوا 1 - 4 - 4 = 0، ثم نزلوا 7 - 87 على 35 = 2، 2 في 35 = 70، 7 - 0 = 7 8 - 7 = 1، ثم نزلوا 5 ونديروا الفاصلة. 175 قسمناها على 35 5، 5 في 5 = 25، احتفظوا بجوج، 5 في 3 = 15 - 17. إذا 175 - 175 = 0، إذا شنو هو الخارج؟ إذا 12.5 درهم هو ثمن الكيلوغرام من التفاح. إذا ليكزيرسيس 25، on partage un segment de 58 cm de long، عندنا واحد القطعة الطول ديالها 58 سنتيمتر، en 11 segments، غنقسموها على 11، de même longueur، يعني 11 باش نحصلوا على la même longueur. Quelle est la longueur de chacun de ces segments؟ La division s'arrête-t-il ou non؟ إذا هنا غادي نجربوا. إذا كيس كون فا فيغ؟ غناخدو داك 58 سنتيمتر غادي نقسموها على 11 ونشوفوا اون سنتيمتر شحال غادي تجي القطعه، لا ديفيزيون، لا ديفيزيون شحال غادي تجي. اذا 58 غادي نقسموها على 11، اذا 5 - 5 في 11 - 55، غادي نديروا 58 - 55 = 3، عندنا هنا نزلوا واحد الصفر، 30 مقسومه على 11 نديروا فاصله 2، 22 8 غنزيدوا الصفر تعطينا 7 - 7 في 11 - 77، 3. إذا هذه القسمة لا تتوقف، هذه القسمة لا تتوقف، إنها تعطينا 5.27، ربما 2.7 - 2.7، وهكذا. إذا il ne s'arrête plus، donc il ne s'arrête. إذا هنا كنديرو تقديريا ماشي إكزاكت، il ne s'arrête plus la division. Donc voilà c'est la fin de la séance concernant لا ديفيزيون، القسمة الإقليدية من كتاب الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي.